كيف أعرف توأم الروح؟ يعني من أهم الأشياء اللي لازم نتذكرها في توأم الروح إنه درجة الفهم عالية بينهم، درجة الفهم عالية، وهم راح تشعر إنك أنت تعرفه أو إنه أنت تعرفه من زمان، واحدة من الثنتين، يا إما إنه أنت تعرفه أو لا إحنا مو بس نعرف بعض من العام، لا أنا أحس إنه أنا أعرفك من 10 سنوات، أنا أعرفك من 20 سنة، أنا أعرفك من زمن طويل. ايضا راح تكتشف موضوع التخاطر، تخاطر جدا عالي، وهذا يدل على انه فيه مسار طاقي مفتوح بينهم، فيكون في معروف انه في تداول عالي بينهم في عدد من الاجساد. راح تكتشف انه انتم ما تاذون بعض، تختلفون خلافات بسيطه ممكن، بس ما تاذون بعض، ما تتصلون لمرحله ايذاء بعضكم البعض. توأم الروح ليس بالضرورة يكون شريك حياتك، إيه ممكن يكون نفس جنسك أصلاً. توأم الروح يعني ممكن تكون أختك، أنت بنت ممكن تكون أختك توأم الروح، صديقتك توأم الروح، أمك توأم الروح، يعني شاب ممكن يكون صديقة توأم الروح، أو ممكن يكون أبوه توأم الروح. توأم الروح ما له علاقة في شريك الحياة، ممكن مرة يكون هو شريك حياة بس مش بالضرورة، مش بالضرورة إنه يكون شريك الحياة. توأم روح هو مو العشق أو الحبيب، لا هو العشيق ولا هو الحبيب، ولا فيه كيمياء الحب في الموضوع، ولا في نظارة وردية في الموضوع، ولا في جنس في الموضوع، ولا فيه كيمياء كذا وشرارة قب، ما في، لا ما لها دخل، هذا شيء ثاني، هذه قصة ثانية تماما، ما لها دخل. التوأم الروح هو شخص في اتصال، درجة اتصال عالية ما بين أرواحكم، فبالتالي أنتم مادياً تتواجدون في نفس المكان وفي نفس الزمان، أنتم فكرياً تحملون كثير من الأفكار المتشابهة، أنتم مشاعرياً تفهمون مشاعر بعض جداً، فبالتالي تقدرون تربطون مشاعر، أنتم طاقياً في مسارات كثير مفتوحة بينكم. هذا هو باختصار توأم الروح، غير مثلاً لما تقابل شخص يمكن تطلع شرارة الجنس والكيمياء الحب والنظارة الوردية، بس انتم فكريا كل واحد في وادي، انتم مشاعريا كل واحد يعني بس في جنس، في شرارات حب، في عشق، في مدري ايش، في يعني في مثل هذه الاشياء، بس مش بالضرورة انه انتم تعيشون حالة توائم الروح. كثير شفت اخوات توائم روح، كثير بالنسبة لتقديري، يعني كثير شفت توائم روح اخوات، يعني يختلف من شخص إلى آخر، من تجربة إلى أخرى. هل ممكن شخص واحد يكون توأم روح شخصين مختلفين؟ إيه عادي طبيعي، نفس العقود الأرواح تشوفون أنه ممكن أنت تحمل أكثر من عقد لأكثر من شخص، عادي تحمل هذا العقد، أنت عندك عقد حب هنا، عندك عقد آخر هنا، عندك عقد ثالث هنا، عندك عقد رابع هنا، يعني تختلف، كل روح عندها عدد من المهام، يعني مو جاي الشيء واحد أو عقد واحد. أشعر أن توأم روحي أمي، في فرق طب أيضا ما بين توأم الروح والمصدر الطاقي، معنى أنه أنا أبغاك تبعدين عن أمك، تبعدين أفكار أمك، عن مشاعر أمك، عن تنفصلين بالقدر الكافي، بعدين ترجعين لها عشان تشوفين أنه هي توأم روحك أو لا، لأنه الأمهات أغلبهم راح يكونون مصادر طاقية مؤكد، يعني بدرجة كبيرة راح يكون مصادر طاقية لنا، فمش بالضرورة يعني يكون على المستوى الطاقي إحنا متصلين، بس مش بالضرورة يكون في اتصال مشاعري أو فكري، وهذا يخلي عندنا، إذا أنت تبغين تعرفين إنه أنت تحطين مساحة بعدين ترجعين عشان تكتشفين الموضوع بشكل حقيقي أكثر. دورة عقود الأرواح تحل مشكلة الفشل المتكرر في العلاقات. دورة عقود الأرواح راح تفهمك ليش كل علاقة موجودة، وبناء عليه أنت تفهمين أو ما تفهمين، هذه مسؤوليتك، أي مسؤوليتك، يعني مسؤوليتك أنك أنت تفهمين العقد هذا إيش، وبناء عليه راح تحلين القصة. فنعم أقولك نعم، راح تعرفين
ليش عندي مشكلة في هذه العلاقة، أو إيش المطلوب مني تجاه هذه العلاقة، أو كيف أخلص قصة هذا العقد المزعج مثلا. باقي كم ساعة على زفتها؟ مين هذه؟ حبيبة قلبي ألف مبروك، ما دريت إن في واحدة بيننا بتتزوج. مبروك مبروك مبروك. نظرية العقود راح تلغي مفهوم أو قانون الكارما وكذلك الثواب والعقاب. شوفي انت لما تتكلمين عن الثواب والعقاب فانت تتكلمين عن صندوق، لما تتكلمين عن كارما تتكلمين عن صندوق، لما تتكلمين عن عقود الارواح تتكلمين عن صندوق، كل واحد فلسفه الحال. الازمه اللي نعيشها يا جماعه، مهم هذا الكلام، مهم هذا الكلام. الازمه اللي نعيشها في حاله الوعي ان احنا نجيب المعلومات والبيانات السابقه اللي نشأنا عليها ونبغى نلزقها في المعلومات والبيانات اللي الان قاعدين نتعلمها. وهذا بالنسبة لي شخصياً غير مقبول، ولذلك كان عندي اعتراض على كثير من الأشخاص لما يدخلون الموضوعات الدينية ويلزقونها ويدخلونها بطريقة معينة مع موضوعات الوعي. ليش؟ لأني أنا أعتقد أنه أنت لازم تأخذ كل معلومة من خلنا نقول بحرها أو محيطها بشكل مستقل عشان تقدر تفهم، عشان تقدر تفهم. يعني طبعا انا اعرف انه الفراغات في العقل اللاواعي تملأ بطريقه لاواعيه، بمعنى انه لو انت درست الالف ودرست التاء في العقل اللاواعي راح يحط الباء او غيرها بشكل غير صحيح عشان يكمل السلسله. فلما يكون عندك فكرة في زاوية، وهاي طريقتنا يتعودنا عليها في التفكير وتعلمنا عليها في التفكير، لما يكون فكرة في زاوية وفي فكرة ثانية في زاوية أخرى بس هم متناقضين ولا يشبهون بعض ولا يتوافقون مع بعض ولا، فيكون العقل اللاواعي في أزمة. هذه الأزمة تقول له قرر، قرر أنت مع مين، مع الزاوية هذه ولا مع الزاوية هذه. أوكي، في واحد يفكر طريقة ثانية يقول لا أنا عندي فكرة، أنا أخذ الزاوية هذه وأخذ الزاوية هذه وأنا بلزقهم على بلقى لهم طريقة لزقهم بلقى. وهذا اللي يتسوى في طريقة لما تأخذ معلومات دينية ومعلومات قرآن تتلزق بطريقة بالنسبة لي غير مقبولة، أحس أنها قلة احترام للقرآن. وأنا أحترم القرآن وأقدر الدين، يعني ما أحس إنه مرات إنه أنت تستخدم الدين حسب أنت وين طريقك، حسب أنت وين زاويتك في الحياة، حسب أنت في الفضاء يلا استخدم القرآن، عشان أنت عندك معادلة رياضية يلا استخدم القرآن عشان المعادلة الرياضية، أنت عندك تنظيف يلا استخدم سورة البقرة عشان التنظيف. أنا أعتقد إن هذا قلة احترام للقرآن وقلة احترام للدين وقلة أدب مع القرآن إنه يستخدم لغير ما وضع له. كذلك كل الأفكار اللي موجودة لها احترامها ولها مكانتها، فأنت من وعيك أنك أنت تجعل العقل اللاواعي يحترم خصوصية كل زاوية وكل دائرة وكل بحر وكل محيط. وعلى فكرة بقولك معلومة في غاية الأهمية، وهذه ساعدتني أنا شخصياً على أني أنا أتطور فكرياً وأتطور مشاعرياً، وأعتقد مو الكل قادر أنه يسوي هذا الشيء. أنه أنت ما تستطيع تفهم الفكرة كاملة حتى تعيشها مجردة بتطرفها تعيشها مجردة. يعني أنت محتاج تلزق فكرة في فكرة عشان تفهمها. ترى أنا أتكلم الآن، أتكلم كطريقة فلسفية في التفكير. ما انت محتاج انك انت في كل مرة عندك فكرة جديدة انك انت تلزقها في فكرة قديمة عندك. هل في ناس يسوون كذا؟ الناس طوال الوقت يسوون كذا، طوال الوقت الناس يسوون كذا، طوال الوقت يحتاجون انهم يلزقون 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 حتى يوصلون لشيء معين. بس انا اقولك هذا اللي يسويه العقل اللاواعي. الوعي يقدر يسوي شيء ثاني، يقدر انه هو يطب في هذا البحر، يعيش في هذا البحر، يعيش الفكره كامله، يفهمها، يقدرها، يحترمها، يقدرها بذاتها
كاملة، هي كاملة بذاتها، ما يحتاج إن كل شيء أشطبه وقصقصه وألعب فيه وأوديه وأجيبه، ما يحتاج، ما يحتاج. فأنا هذا اللي أشوفه، أنا أشوف إنه في النهاية كل إنسان راح يختار الصندوق الذي يناسبه، راح يختار الصندوق الذي يناسبه. لكن أنت ما تقدر تختار وشعورك مش ناضج، ما تقدر تختار وشعورك مش جاهز للاختيار. لا يمكن. يعني شخص يقول لي أنا أي، أنتم تقولون لا أؤمن بقانون، أي خلاص الكارما اللي ما يؤمن فيها ما تصير عليه، بكرة نازلة عليه مصيبة. أنت تخدع مين؟ تخدع مين؟ أنت عندك دين، أنت عندك قانون، أنت عندك نظام، أنت عندك عرف اجتماعي أنه المخطئ يعاقب. كيف طلعت من الموضوع؟ أكيد ما طلعت، أكيد أنت تخدع نفسك، تضحك على نفسك، بس تبرر لنفسك السرقة، تبرر لنفسك الخيانة، تبرر لنفسك الخديعة. أعرف أنه في ناس راح يضايقون من كلامي، بس أعرف أيضاً أنه في ناس راح يتطورون من هذا الكلام، راح يفهمون جيداً أنا إيش أقصد. أنا يعني لما درست تفسير القرآن، درسنا التفسير العلمي، تفسير العلمي للقرآن، وكيف أنه بعض الأشخاص استخرجوا بعض الـ الإبداعات العلمية اللي موجودة في القرآن، وكان في خلاف كبير بين العلماء على أنه اعتبار القرآن، لأنه النظرية هذه راح تتطور يوم من الأيام، النظرية العلمية هذه راح تتطور يوم من الأيام. بعدين يقولك إيش؟ يقول أنتم كنتم تقول أنها موجودة في القرآن؟ يعني كنتم تكذبون؟ أو كان القرآن يتكلم عن نظرية متأخرة؟ يعني القرآن ما وصل للنظرية المتقدمة؟ طيب كيف إحنا كيف نقدم القرآن بهذه الطريقة؟ يعني كيف نحط أو نواسي ما بين هذا وهذا؟ كيف نواسي ما بين فكر البشر وما بين القرآن؟ أو نقول إنه هذا مقصود فيه النظرية العلمية اللي الآن نتكلم عنها. لذلك كثير من العلماء عبر التاريخ رفضوا هذا التفسير، رفضوا هذا التفسير، وكان في كثير من العلماء حاربوا وقاتلوا كل الأشخاص اللي تكلموا عن التفسير العلمي للقرآن، واللي دخلوا الرياضيات والفيزياء والكيمياء داخل القرآن، واعتبروا إنه القرآن يعني كتاب مقدس جاء للتشريع، ما يحتاج أنت يعني تثبت لنا إنه القرآن صحيح، ما يحتاج عشان تثبت لنا إنه القرآن جيد تقوم تدخله في الرياضيات وتقوم تدخله. هو جيد، القرآن جيد، بس هو جاي لهدف. ما يحتاج أنت عشان تثبت للغرب قصة معينة تقول تعالوا شوفوا المعادلة الرياضية موجودة في القرآن. فهذا خلاف طويل، طبعاً خلاف طويل، وكل واحد عنده وجهة نظر، وأنا أعرف أنه خلاف وجهات النظر يطور دائماً في الأفكار ويطور دائماً في رؤية البشر للمستقبل. لكن أنا هذه رؤيتي وهذه طريقتي في التفكير برضو، إذا كان هذا يساعد البعض، أنه عشان تفهم فكرة كاملة لازم تعيشها كاملة، لازم تفهمها كاملة، لازم تدخل في صندوقها كاملة وتعيشها كاملة وتستوعبها كاملة. ومش بالضرورة انه دائما ان انت تلصق كل شيء في بعض عشان تقتنع انه الفكرة صحيحة. تقدر تقول الفكرة مو صحيحة، انتهى الموضوع. تقدر تقول يعني تقدر يعني تخلص هالموضوع بهالطريقة.